همم سمات نحو سماء فأشرقا شمس النجاح مشاعلا وضياء، وبدت كغيم بالعطاء تجمعا قطراته غيثا هطولا حا. همم سمات نحو السماء فأشرقا شمس النجاح مشاعلا وضياء، وبدت كغيم شمس النجاح مشاعلا وضياء، وبدت كغيم بالعطاء تجمعا قطراته غيثا هطولا حاني. همم سمات نحو السماء فأشرقا شمس النجاح مشاعلا وضياء، وبدت كغيم بالعطاء تجمعا قطراته غيثا هطولا إذن بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نرحب بكم في ورشتنا، الورشة الأخيرة لهذه السنة لسنة 2021 الأخيرة افتراضيا، مبدئيا ستكون آخر ورشة خلال هذه السنة في انتظار أن تكون لنا مبادرة نحن بصدد التحضير لها، ربما ستنطلق قبل نهاية السنة أو سنتركها للشهر واحد. إذن طوالت هذه السنة كثير من المدربين، نخبة متميزة من المدربين في الوطن العربي، قاموا بتأثيث دورات الجمعية التونسية تكنولوجيا التربية الحديثة. حقيقة من هذا المنبر أنا أشكرهم جميعا على كل الدورات المتألقة التي قدموها للجمعية، سواء في الستة أشهر التي أنجزناها للتدريب لأخذ لقب معلم خبير لدى مايكروسوفت اللي انطلقت من شهر واحد إلى شهر ستة، لكن وصلنا إلى غاية شهر ثمانية. نخبة كبيرة من المدربين الذين دربوا معنا، على سبيل الذكر وليس الحصر، أذكر الأستاذ أحمد النجار من مصر، محمد حسنين من مصر، أذكر من تونس الأستاذة وهيبة العجمي، إيمان البعزيزي، ونخبة كبيرة كذلك من المدربين سواء في المغرب الأستاذ أنس البلغيثي، كذلك من قطر الأستاذ محمد جلال، من عمان محمود محسن. نخبة حقيقة كبيرة إن شاء الله سنذكرها في منشورة خاصة. واليوم هي الورشة الختامية، وهي ورشة المهارات التقنية، تقديم سفيرتنا بالكويت وهي معلم خبير مايكروسوفت، مدرب إلكتروني، مدربة معتمدة من مايكروسوفت، وهي مدربة كذلك معتمدة من الجمعية التونسية تكنولوجيا التربية الحديثة. أعطي لك الكلمة أستاذة سناء، مرحبا بك. يا هلا ومرحبا ومساء الخير ومساء الشتوية الجميلة.
اليوم حسينا بالبراد الجميل في دولة الكويت، والساعة الحين عندنا الساعة 8، وتحية حلوة لجميع المعلمين والمعلمات جميع الوطن العربي. حياكم الله جميعا اليوم في دورتنا وهذه الأمسية الجميلة، مهارات تقنية تقديم سفية الجمعية التونسية لتكنولوجيا التربية الحديثة في دولة الكويت. معاكم أختكم السادة سناء البراك، معلمة تربية إسلامية ومدرب معتمد. حياكم الله جميعا، يا هلا ومرحبا فيكم. مستعدين؟ أنا قاعدة أشوف الشات. مستعدين لهذه الأمسيتنا الجميلة اليوم مع مهارات تقنية رقمية يحتاجها كل معلم ومعلمة. إذا مستعدين حطوا رقم 1 في الشات، أبي أشوف أحلى تفاعل. ما شاء الله ما شاء الله، الله يحييكم جميعا خواتي وإخواني في الوطن العربي، ويا هلا ومرحبا في إخواني وخواتي المدربين من الجمعية التونسية، وشكرا على هذا الاستضافة الجميلة اليوم في جمعيتنا المتألقة وسادتنا ياسمين. يا هلا ومرحبا فيكم، ما شاء الله ما شاء الله، واحد قاعد أشوف واحد حيل حيل في الشات. حياكم الله جميعا. اليوم خواتي وإخواني راح نتعرف اليوم على مهارات الجانب التقني الرقمي لمهارات المعلم. طبعا راح ناخذ جزء بسيط هذه المهارات المتعددة المتجددة من مهارات المعلم في الجانب التقني الرقمي، وانتم الكل ما شاء الله جربتوا التعليم عن بعد وجربتوا المواقع والتطبيقات، فيجب على المعلم أن يكون لديه مهارات تقنية. ونتعرف اليوم على أدوات تصميم المحتوى التعليمي، وأيضا نتعلم على بعض مواقع الألعاب التفاعلية، وحندرب على موقع من المواقع الجميلة. ما شاء الله قاعدة أشوف استعداد، ما شاء الله حماس، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. إيش رأيكم بالحماس الحينة؟ إيش رأيكم بلعبة تفاعلية ننطلق بها؟ أحط لكم على الشات، دقايق بس أفتح الرابط وأحرسله وبشوف الحماس، بشوف الحماس اللي متواجدين معانا الآن. خلونا نشوف هذه اللعبة، بأنشر الرابط في الشات. بسم الله، لقد أرسلت الرابط، يا ليت تفتحون الرابط على هذه اللعبة وبشوف الحماس الجميل. يلا ها، هل وصل الرابط عندكم؟ أنا أرسلته في الشات. معلمين ومعلماتنا حياكم الله جميعا اليوم، أريد مشاركة في هذه اللعبة التفاعلية، وأيضا اللي يخلص اللعبة ينتهي منها يكبشرها ويضعها في الشات، بشوف منو أول واحد ومن أول معلمة تفوز في هذه اللعبة قبل ما أنتقل وأفتحها من اللابتوب. يلا معلمين ومعلماتنا، يلا أبلا ياسمين، يلا أساتذة، أبي الكل يشارك معاي اليوم في انطلاقة البداية، وتكون انطلاقة قوية. الرابط موجود عندكم على الوورد وول، أرسلته، فقط نضغط الرابط. أنا الرابط فتح معاي، نضغط الرابط مرة ثانية أو نفتح الحين، أنتقل إلى هل فتح معاكم؟ لا أعلم السبب لماذا لا يفتح، أنا عندي لا يفتح الرابط. أفتح مرة ثانية ونسخت النسخ، ما عليه. نعم أستاذة، هو يدور لكنه لا يفتح. قريبة، أنا عندي فتح، هل النت عندكم ولا شلون؟ نعم فتح عندي. أي الحمد لله، اللي فتح بشوف، بفتح أنا، أنتقل الآن لهذا الموقع، بس أريد الآن الكل يشارك معاه ويفتح هذا. إيه نعم النت، يمكن النت الآن معاكم، لا تحاتون، معاكم والوقت عندكم. راح أدخل الآن. ممتاز، دخلت اللعبة ممتاز. راح أدخل الآن من نافذة جوجل ونشوف اللعبة اللي ما فتحت. بسم الله، سأعرضها الآن. ما شاء الله ما شاء الله، اللي أرسل ما شاء الله، بلقيس، أحسنتي بلقيس، بلقيس حلت بلقيس. خلوني أفتحها هنا.
منو بعد؟ ممتازة، بحط لها فيس ممتازة. أحسنتي بلقيس. منو بعد؟ ما شاء الله عندنا أيضا بدرية، بدرية ما شاء الله، أستاذة بدرية أيضا. خلونا نفتحها هنا. بسم الله. جد يمكن النت شوية بطيء، لكن خلونا نجرب. ممتاز أستاذة فاطمة. خلوني أفتح نافذة جديدة. أنشطي ما شاء الله. أستاذة أميرة، لا أعلم لماذا هو بطيء عندي، قاعد أضغط عليه. ما شاء الله أستاذة. منو بعد؟ لا يفتح عندي، ما أدري هل هو النت ضعيف ولا ماذا، بس ما شاء الله قاعد يفتح. أشوف الحماس، أشوف الحماس، ما شاء الله ما شاء الله، ممتاز ممتاز. ها أستاذة ياسمين، هل فتحت عندك؟ مدربينا ممتاز. ممتاز. اي اس اللي حرف عليه رمز. عندي وفصل. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. لعبة المتاهة لعبة جميلة وهي بدايتها، ما شاء الله مستعدين مستعدين ما شاء الله عليهم. أنا ألعب الآن، يلا. في العراق النت ضعيف، وأيضا الآن حتى عندنا في الكويت وفي بعض الدول ظهر النت ضعيف شوية، بس الحمد لله الأغلب فتح. هذه لعبة تفاعلية لأتعرف عليكم وبشوف الحماس. الحين يأتي السؤال، خلونا الحين اللعبة. بسألكم خواتي وأخواني معلمين ومعلمات عن مفهوم مهارات المعلم في الجانب التقني. ماذا تعرفين يا خواتي أخواني؟ ما هو مفهوم مهارات المعلم الجانب التقني؟ ماذا يحتاج المعلم؟ يلا أريد الإجابة في الشات. ما شاء الله متفاعلين ما شاء الله. ما هي مهارات المعلم من جهة من وجهة نظرك؟ المتواجدين معانا ومتحمسين ما شاء الله عليهم، ماذا يحتاج المعلم حتى يزيد من هذه المهارات؟ يلا أريد. نعم الإبداع والتطوير ما شاء الله، أحسنتي. استخدام التقنيات ممتاز، وخاصة في هذه المرحلة في الجانب التعليم عن بعد وأيضا الجانب الحضوري. التطوير أكيد، استخدام المواقع الاجتماعية. نعم الجانب المهري والتقني جانب كبير، الكل الكل استخدم هذه المهارات. أحسنتي. استخدام الكمبيوتر وسعي تطوير نفسه وحب التعلم، كل الإجابات صحيحة. من بداية التعليم عن بعد وحدثت جائحة كورونا، ونسأل الله تعالى أن يبعد عن الأمة العربية هذا الوباء ويبعد عنا جميعا يا رب، ويحمينا ويحفظنا. الجميع اتجه إلى المواقع والتطبيقات في التعليم عن بعد، مهارة التيمز، مهارة الزوم، المهارات في المواقع. أول يعني كلنا نعرف أن البعض ما يعرف لا الزوم لا التيمز، أول مرة نسمع في البعض أول مرة يسمع بالتيمز، عمره ما دخل إلى الزوم أو بعض المواقع التعليمية. لكن الظروف أجبرت المعلم والمتعلم وولي الأمر على استخدام هذه المهارات. تعلمنا التيمز مهارات أساسية، البعض فتح لقاعات مثل الآن قاعتنا في التيمز، هذه مهارة عليا. البعض قدم شارك في المواقع التفاعلية لدى المتعلمين، أصبح لدينا مهارات تقنية حديثة. الكل الحمد لله في جميع أنحاء العالم، وخاصة المعلمين في الوطن العربي ما شاء الله أبدعوا إبداع، من العراق إلى المغرب إلى من سوريا إلى اليمن إلى دول الخليج إلى مصر، في جميع الدول العربية ما شاء الله رأينا إبداعات كثيرة. البعض كان متخوف صح ولا؟ البعض كان يقول سابقا لا، القلم والمسطرة والسبورة خلاص ما يعترف نهائيا بأي برنامج وأي تطبيق أو أي آيباد. لكن الظروف ها أجبرتنا على استخدام. بداية بالمهارات أساسية، تعمقنا شوية، أخذنا دورات، التقينا بالزميلات وزملاء تعرفنا عليهم من خلال الزوم، من خلال لايف انستغرام، اليوتيوب، تويتر، واتساب، مواقع التواصل اشتغلت يعني ما شاء الله أيام
التعليم عن بعد معظم الدول تقريبا استخدمته، ما شاء الله يعني أظهرت مواهب المعلمين. البعض يقول لا أنا أخاف، لكن ما شاء الله من طبق التجربة أصبح مبدع، ورأينا إبداعات المعلمين في الوطن العربي، إنشاء مواقع، تطبيقات، قصص، استخدام العروض التقديمية بصورة ممتازة، التمكن في بعض التطبيقات. فسبحان الله هذا الجانب وتقوية هذا الجانب التقني جعل المعلم دائما يبحث. أنا مو خلاص أخذ دورة ولا ورشة ولا حضرت درس أنتهي، التطوير مستمر. مثل ما قالت إحدى الخوات، التطوير مستمر. أنا الحين تقريبا مدربة مختصة في الجانب التقني من 7 سنوات، لكن ما وقفت على شهادتي ولا على دورة حضرتها مرة ولا اثنين، ما زلت أستمر. طبقت الدورات، أهم شيء التطبيق. أطبقه وين؟ أطبقه في حصتي. هذا نجاح المعلم. اليوم خذيت دورة مع أبو الله ياسمين وشرحت برنامج طبقته، خذيت دورة عند الأستاذ فاضل في العروض التقديمية طبقتها، ليس فقط شهادة، مجرد شهادة أو تصفيق أو أضعها في مواقع التواصل أني حضرت هذه ورشة ولا دورة، أطبقها. أطبقها وين؟ أطبقها عند تلاميذي في حصتي، هذا أهم شيء. هذا أقول أن المعلم بالجانب التقني 100%. دوراتنا مع أنه حلق في سماء الإبداع 61 دورة تدريبية، ما شاء الله معلمين المبدعين قدموا مواقع وتطبيقات، ما شاء الله قاعد تجيني صور والمعلمين قاعد يكلموني يقول أبلة سنة طبقناها في الحصة، أبلة سنة نفذناها في التيمز، نفذناها في الزوم في كلاس. أهم شيء التطبيق. الشهادة ما تنفعني إذا حطيتها على وحطيتها برواز وعلقتها ولا حطيتها في سجل الإنجاز، الشهادة تنفعني إذا طبقت ما تعلمته في الحصة. ونصيحة للمعلمات، للمعلمين الجدد، معلمين حديث التعيين، وأيضا للمعلمين وأنا منكم، نصيحة: كل ما تعلمين مهارة طبقيها، لا تقفين عند مهارة واحدة خلاص أبلة سنة علمتني هذه المهارة وانتهى، لا طبقيها وجربي وطوري. ترى الآيفون واللابتوب والحاسوب دائما في تطوير، والله مواقع دخلتها من 3 سنوات الآن تغيرت، حتى الأيقونة، حتى الصورة، حتى الشكل، حتى الاستخدام. يعني دائما أطور نفسي، أحرص على التطوير، تنمية هذا الجانب باليوتيوب. وأنا قاعدة ببيتي الآن في التيمز، أنا قاعدة حاطة كلاس الشاي يمي، وبنتي قاعدة يمي، والقاعدين قاعدين بالصالة ولا البيت، أتدرب أتعلم، ترى ما فيها شيء، والعلم مستمر. هذه أهم نصيحة أوجهها للمعلمين والمعلمات وأنا منكم. الآن عندنا المحتوى التعليمي، بسم الله عندنا المحتوى التعليمي. معلمات ومعلمين، ماذا يحتاج المحتوى التعليمي؟ هذا الباركود، تبشرون الآن الباركود، وهحط لكم الاستفتاء مثل الاستفتاء: ماذا يحتاج المحتوى التعليمي؟ كلنا نعرف المحتوى التعليمي، أنا معلمة، أنا مدربة، ماذا يحتاج؟ هذا الرابط، واللي ما فتح معاه الرابط هذا الباركود وحطوا لي في الاستفتاء. يلا نبي مشاركة قبل ما أفتح في، يلا نحتاج مشاركة، وين الحماس؟ شاركونا بالاستفتاء. راح أفتح الاستفتاء الآن أو بالاستطلاع الرأي، ماذا يتكون المحتوى التعليمي؟ من يتكون؟ كمعلمة، كمدربة، معقول ما يفتح؟ زين الباركود، الباركود أنا قاعد أعيده أكثر من مرة. زين طيب الباركود، كم شو على الباركود؟ أنا فتح عندي، فتح عندي. ممن يتكون المحتوى التعليمي، حط موجود صورة فيديو تفاعلي، فيديو. يلا بشوف من المشاركات. ها خواتي إخواني، أنا حط الرابط وباركود.
مشكلة، اللي ما يفتح معه اكلمه بالشات، اقصد اكتبه بالشات. ممتاز، صورة وفيديو وصوت، ممتاز. حلته استاذة او استاذ ام اتش، صورة وفيديو بعد، انا معلمة داخل حصة، ممتاز. ما ادري من دز ظهر في الخطأ. ايضا انا فتح عندي الباركود وفتح عندي هذا، اللي ما فتح معه مو مشكله، واذا النت ضعيف مو مشكله، نكتب في الشات صوره وفيديو صوت. نعم، كل محتوى تعليمي تفاعلي يحتاج الى صوت صوره وفيديو. نعم تم الارسال. نعم الان افتح الرسال وشاهد عندي كم، بسم الله، عندي المشاركات تقريبا الان. نعم انا مستخدمته، فطلع عندي المشاركات تقريبا نفس الشيء، نفس اختاروا صوت وصوره وفيديو. ممتاز، ممتازه بلقيس، ممتازين اللي معي ما شاء الله، خواتي واخواني. اي نعم. السؤال الحين، انا الان مدرسه تربيه اسلاميه في المرحله الابتدائيه، احتاج ان اعد محتوى تعليمي، محتوى يناسب المرحله الابتدائيه، اذكروني في الشات، احتاج صوره فيديو صوت، ما اهم مميزات وخصائص اللي قلتوها، صوت فيديو صوره. هل احتاج، هل اضع اي صوره وضعها في المرحله الابتدائيه؟ هل افتح اليوتيوب وضع اي فيديو وانا ما شفته، وانا معلمة تربية اسلامية واحتاج غرس القيم التربوية او معلمة رياضيات او لغة عربية؟ نعم وضوح الصورة اهم شيء. انا حضرت درس لاحدى المعلمات كانت للاسف الصورة غير واضحة، وفيديو كان مدته خذ مدة طويلة. نعم اهم شيء المناسبة، تشويق، اراعي مراعاة الفروق الفردية، الصورة واضحة. أنا مرحلة ابتدائية من عمر 5 سنوات إلى تقريبا 9 سنوات، غير عن المتوسط، غير عن الثانوي، غير أنا مدربة وأحط صور، أحتاج صور، غير أنا في الجامعة في الكلية. ممتاز، ممتاز، تناسب المحتوى والهدف وتراعي الفروق الفردية. هناك برامج ومواقع متميزة بهذه الصور. اي نعم مناسب المستوى، اكيد اكيد استاذه ابتسام، مناسب المستوى ومحفز التلاميذ. هذه المواقع من اشهر المواقع ذات الصور عاليه الجوده، اذا حطيت الصوره الكل يشوفها، ما تكون فيها تقبيشه او وضوح او الصوره بعيده عن المحتوى. اي نعم تناسب عمر المتعلم، أنا معلمة إسلامية أو رياضيات، ما أضع صورة بعيدة كل البعد عن مادتي أو درسي، أختار الصورة من مواقع عالية الجودة. خلونا الآن نبدأ مع موقع، أشهر موقع، والآن الموقع فيه تحديث مستمر، بانتيرست، من أشهر المواقع، فيديو صورة بطاقات رسومات أوراق عمل. هذا الموقع عجيب، استخدمته صار لي سنين، وما شاء الله الموقع فيه تحديث مستمر. هذا الموقع، خلونا ندخل على الموقع نشوف، أنا مسجلة فيه. هو الموقع فيه أبليكيشن في الآيفون وأيضا موقع. خلوني أدخل على نافذة جديدة، بسم الله، وأكتب الموقع أنا كاتبته، بسم الله، خلونا نكبر الصورة شوية. اي نعم، هذه فتخدم الدرس، هذه الصفحة الرئيسية، بس خلونا نتأكد من النت، لحظة، نتأكد من النت. الموقع عجيب، الموقع لا يطوفكم، موقع ما شاء الله تحديث، مثل ما قلنا ذاك قبل شوي، المعلم يحتاج تحديث لأن المواقع تتحدث، لأن البرامج قاعدة تطور نفسها، الشركات قامت تهتم بالجانب التعليمي أكثر من الدعاية والإعلانات.
هذا الموقع ما شاء الله، الموقع هذا يمكن صار لي يمكن 5 سنوات، كان موقع بسيط سهل، لكن الآن نشوف فيه ما شاء الله قطة جميع الاحتياجات المعلم والمدرب وولي الأمر والطالب، استفيد منه في إضافة الصور الفيديو. بانتيرز اللون أحمر، خوات اللي يشوفونه الشاشة واضحة، في الآيفون تقدري تنزلينه، وأيضا موقع أساسي تسجيله بسيط، اسم إيميل بس، اسم إيميل، وتمتعي بالصور المجانية. شوف الصورة هذه، أفتحتها بس ضغطت عليها أحتاجها، إيه نعم أحتاجها في عرض التقديمي، أحتاجها في مشاريع، الطلبة لديهم تكليف، لديهم تقرير، مشروع، عندي اليوم حصة نموذجية، عندي اليوم حصة عروض باوربونت بحاول أسويها، عندي برامج أستخدمها في محتوى، يكون عندي محتوى في الفيسبوك، في الانستغرام، في تويتر، في تيليجرام، هذا الصورة أستفيد منها. نعم حتى أوراق عمل، نعم أستاذة أماني، حتى أوراق عمل. الموقع ما شاء الله أصبح فيه تطوير، أصبح مثل نقول ثنائي، أو صار بينهم تعاون مع المواقع الثانية، تضع الصور لديهم الموقع. وهذا شوف الصور ما شاء الله، يعني شو تبين، هذه هي البحث، هذه صفحة البحث، مثلا بكتب، بس خليني أحول لعربي لحظة، خلونا نحول لعربي، خلي الصورة تظهر عندكم، بسم الله، خلي نحول لعربي بسم الله، لأنه هو اليوم، لحظة، بسم الله، نعم، بكتب، مثلا نكتب تعليم قبل المدرسة، حق أبلاط رياض الأطفال، شوف الصور، شوف جمال الصور، ثري، ثري، ثري جدا بالصور عالية الجودة، ومجانية، واحفظها عندي إن شاء الله أخذ 1,000,000 صورة. وأنت أيضا إذا كنت معلمة عندك تصاميم صور فيديوهات، تقدرين تسوين أكاونت بالموقع، تسجيل، تفتحين حساب، وهذا الأكاونت تعرضين شغلك فيه، تبادل معرفة، تبادل أفكار مع المعلمين، وينتشر عملك. مثل الآن انظروا الأعمال، أعمال كلها معلمين ومعلمات، يعني هذه الصورة جميلة، أضغط عليها فقط، هذه الصورة، شو جمالها. وأيضا انزلي تحت القائمة تحت، وشاهد صور عديدة أحتاجها، خاصة إحنا المعلمات نحتاج صور بصورة كبيرة، كل درس خاصة المرحلة الابتدائية لازم صورة، الأطفال ما تكتبين كلام بالعروض التقديمية 10 أسطر ولا 2 أو 3، لا لا، خاصة أول ابتدائي ورياض الأطفال اللي قبل المدرسة، صور، التعليم من خلال الصور فقط. أضغط على هذه 3 نقاط اللي يطبق معاي، أضغط عليها تنزل الصورة، أضغط على تنزيل الصورة راح تنزل تلقائي إلى الحاسوب، أو إذا كنت فتحته في الآيفون فقط أضغط على الصورة وتنزيل في ألبوم الصور. عملية سهلة جدا، سهلة، لا تنزيل. في بعض الأحيان نقوم بعمل اشتراك على الإيميل، كل شيء جديد راح ينزل على الإيميل، إن اليوم مثلا هذا المعلم نزل فيديو صور، فقط أضغط على الصور ضغطة خفيفة، حفظ في ألبوم الصور من خلال الآيفون، لكن الحاسوب من خلال 3 نقاط. خلونا نشوف صورة ثانية، هذه الجميلة الصورة هذه، بسم الله، صورة جميلة، أحط اسم الطالبات، أعمال اليوم، عندي بطاقة، مناسبات، واضغط على 3 نقاط فقط. هذا هو أول موقع، ما
من استخدمه تحط رقم واحد، اللي استخدمه تحط رقم واحد، اللي استخدم هذا الموقع وتابع التحديث. الموقع فيه تحديثات كبيرة جدا، ممتاز ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله على بدرية رقم 11 ما شاء الله، مرتين استخدمته ولا 11 مرة ما شاء الله. الموقع تابع الموقع باستمرار، إذا اشتركتوا فيه حجيكم إيميل تحديث الموقع باستمرار، أضاف الفيديوهات، أضاف البطاقات الدائم نشاهدها، بطاقات الدعاء، إذكار الله سبحانه وتعالى، بطاقات تخص المواد الثانية، الرياضيات، العلوم، التاريخ، دائما موجودة فيه. فدائما تابعوا التحديثات في الموقع. الآن ننتقل إلى موقع سلايد جو، هذا هو اللي بيكتبونه الحين، سلايد جو. أنا بالإنجليزي ها، معلومات إنجليزي ساعدوني ها، يلا سلايد جو، S L I D A S G O. خلونا ننتقل لهذا الموقع نتعرف عليه. يلا يا معلمين ومعلمات ما شاء الله، خلونا نشاهد الموقع، خلونا نكتبه. نذهب إلى جوجل، نافذة جديدة، ننتقل، بسم الله، هذا الموقع فتح معانا على طول، نكبر الصورة، بسم الله. خلفيات للعروض التقديمية، خلفيات للعروض التقديمية، حول عربي. هل فتح معاكم؟ ها خواتي إخواني، هذا الموقع نسخته مجانية وفي برسوم، عكس الموقع الأول. الموقع الأول كان مجاني كله، لكن هذا الموقع برسوم، جزء مجاني وجزء برسوم. جميل، يلا شكرا أستاذة أمل، حياك الله أستاذة أمل، حياك الله مبدعتنا الجميلة. نتعرف على هذا الموقع، يستخدم لا كعروض تقديمية أو شرائح أو نماذج وقوالب في إعداد محتوى تعليمي مميز. أولاً التاج هذا تعرفونه، إذا شفتوا صورة أو بطاقة أو أي شيء في النت في جوجل عليه صورة التاج، يعني هذا برسوم، إحنا نبي مجاني، صورة التاج يعني ادفع رسوم. وهذه المواقع رسومها ترى مو غالية، يعني في متناول الجميع. عندنا بعض العروض، اي نعم هذه، اي نعم استاذة امل اللي بيحب، احسنتي عافية، مشكورة استاذة امل، الله يسعدك يا رب. خلينا نشوف الصورة هذه، مضادات حيوية ما نبيها، الله يبعد عنا المرض، قولوا امين، ويكفينا شر الامراض والاوبئة، ويحمي وطننا العربي جميعا يا رب، اللهم امين. خلونا نشوف هذا المهرجان الشتوي، عندنا كليك يمين ترجمة للعربية، اللي حاب إنجليزي عادي. عندنا هذه السلايدات أو الشرائح المجانية، شوف الجمال، أقدر أحركها، أقدر أغيرها. أنا استخدمت الموقع يمكن أكثر من مرة، هو يعطيني نسخة يمكن 10 نسخ أو أكثر أو أقل عشان أبدأ أنزلها. التنزيل هني أو الشير، بسم الله، من المواقع الجميلة. تحميل، يعني اللي نفس موقع يطلع عنده باللغة العربية هني، تحميل باوربوينت والعروض التقديمية مات جوجل. عندك خيارات، هل تبين تنزلين هذا العرض المجاني في الباوربوينت أو عرض تقديمية من جوجل؟ أنا مثلا بعرضها باوربوينت، بس فقط أضغط هنا، بس هو أنا عندي نسخة كذا نسخة، النت شوية، لحظة نزل، لو تلاحظون تحت قاعد ينزل، لاحظوا تحت قاعد ينزل عندي، بفتحها نزل عندي، فتح عندي تلقائي في الباوربوينت العروض التقديمية. أغير
بس السلام، خلينا نكتب السلام لحظة، نكتب حول اللغة العربية. بسم الله، أصل اللغة العربية بس دقائق. بسم الله، فقط أضغط على كلمة تنزيل لحبتها معي تلقائي. السلام عليكم، وأغير الكلام، أغير الصور، أضيف صوت عادي، أصبح حلالت، أصبح تصميمك، حط الاسم، حطي هذا بس، غير الألوان اللي تبين، لكن شوف الجمال، ما شاء الله ما شاء الله، شوف الصور. لو عندي درس عن الطبيعة، عن مخلوقات الله سبحانه وتعالى، درس لغة عربية، يعني ما شاء الله، أضع صورة هنا، يعني لك خيارات متاحة عديدة. خلونا نرجع البرنامج مرة ثانية. بسم الله، يعطيك كذا نسخة مجانية، بعده يقول لا اشتركي معي واللي تبينه جاهز، يعني خيارات مجانية، وبعدها راح يكون بالرسوم، بس أعتقد الرسوم بسيط، يعني مو اللي قال يا حيل، أنا ما فتحت الأمان، ما فتحت الرسوم. خلينا نشوف التسعيرة، يمكن سنوية يمكن شهرية، يعني شوفي ها، دولار، يورو، يعني حتى سعرها يعني مو ذاك الذوق، يعني عادية مو غالية، ما راح تكلفنا شيء. هذه النسخة السادة، ها اشترك الآن في نسخة خطة سنوية، تدفع سنويا كدفعة واحدة، مكتوب 19 يورو ما أدري كم على حسب العملات، وفي شهرية، يعني حتى السعر مناسب جدا. وفي نسخة المجانية أعتقد 10 نسخ مجانية أو 5 نسخ. وعندك هني في خواتي لاحظوا، خواتي لاحظوا الخيارات اللي تبينها، مثل تعليم يطلع لك مجموعة مجانية عن مثل التعليم، هذه الخيارات ها، هذه هي مرحلة ابتدائية، الصف الثاني، معرض العلوم، السبورة الخلفية، التعلم الاجتماعي، يعطيك مميزات وخيارات عديدة تستفيدين منها. قلنا مثل ما نقول اللي عليه صورة تاج هذا بالرسوم ما حينزل، اللي ما في عليه صورة تاج ومثل هذا الشريحة ما في أي صورة تاج، يعني مجانية. السبورة الخلفية نشاهد أيضا، يعني ما شاء الله الموقع تعلموا منه، نحتاجه حيل نحتاجه، يعني ما شاء الله، يعني خيارات عديدة، ألوان جذابة، الصور جميلة جدا جدا، تشويق، نقول للطالب لو يظهر يشوف يشاهد حتى الدرس، لو كان درس نقول درسنا قوي أو يحتاج تركيز، بهذه الشرائح راح تبسط له، راح يخليه إقبال يشاهد بتشويق وجمال. اي نعم، تقريبا نفس كان في البرنامج، اضغط على هذه مثلا، يعني حتى ما ابي اغيرها، فقط اغير كلام الانجليزي واحوله الى عربي، احول الانجليزي الى فرنسي، الى اي لغه احتاجها، واضيف واضغط عليها بكل سهوله، حتى الالوان جميله. ايضا مثل عندنا رسوم بيانيه، أحتاج مثلا إلى رسوم بيانية، ها أحتاجها في إحصائيات، أحتاجها في متابعة كم عدد مثل المشاهدات عندي، إذا عندي محتوى في الإنستغرام، محتوى تعليمي في الفيسبوك، ممكن أستعين بهذه الشرائح المجانية بدون ما أخطط وأرسم، مجانية، فقط أغير الكلام مثل ما قلنا تنزيل، وأغير الكلام والتصميم والقالب والثيمات الموجودة في هذا الموقع، جميلة جدا جدا، الموقع هذا رائع، مثل ما شفتوا النسخة اللي بفلوس سعرها يعني مو غالية، أخذ اللبي وانزلهم عندي واحفظهم عندي في الحاسوب، في جوجل درايف، في دروب بوكس، واستخدم متى ما أبي، متى ما أحب أستخدم هذه الشرائح الجاهزة، هي عندي موجودة، وبعدها ألقى اشتراكي، الاشتراك مو على طول، أخذ مدة شهر شهرين على راحتي. فهذا من المواقع الجميلة. خلونا نرجع إلى الموقع الثالث، يلا الموقع الثالث فريبك، فريبك أيضا الرابط موجود، أستاذ رضوان
أستاذة أمل نزلت الرابط، موجود كذا نسخة من الرابط في المحادثات. أستاذة أمل لو تعيدين الرابط معلش أمر تحفظينها أستاذة في الباوربوينت العرض، أنت خلاص نزل في الحاسوب احفظيها عندك، حفظ بعد ما تحميل الشريحة اللي تبينها حفظ، خلاص راح تنحفظ تلقائي في التنزيلات في الحاسوب، يعني بكل سهولة تنزيل حفظ تعديل إضافة خلاص أصبح العرض ملكك، تحكمين فيه اللي تبين على حسب الدرس. عندنا الآن موقع فريبيك، ممتاز أستاذة أمل يعطيك العافية، يعطيك العافية أستاذة نون مستخدم نون أو حرف النون، الله يعافيكم جميعا خواتي وإخواني، شكرا على المساعدة. الآن ننتقل إلى هذا الموقع، موقع المحتوى التعليمي، ركزوا على المحتوى التعليمي، يعني أول ما أحد يدخل الصف من ضيف من مديرة من موجه من زميلة من طلبة، أهم شيء عينهم على السبورة، متى ما كانت السبورة أو اللوحة الأمامية مرتبة بعرض جميل الكل راح ينتبه، الكل راح يركز، خففي من الألوان، خففي من الرسومات الكثيرة في الشريحة الوحدة، خففي من العروض المؤثرات خاصة المرحلة الابتدائية وغير المتوسط وغير المرحلة الثانوية أو الإعدادية كما تسمى في دول بعض الدول، فانتبهوا حق العرض. خلونا ننتقل لهذا الموقع، بسم الله نافذة جديدة، ننتقل مع جوجل نكتب، ننتقل إلى نفس الموقع أو موقع ثاني لكن نفس الفكرة، بسم الله نحول عربي، من يريد عربي بسم الله ترجم إلى اللغة العربية أو الإنجليزي أو الفرنسي على راحتكم بسم الله. الآن هذا الموقع موقع شهير جدا، موقع تم تحديثه باستمرار، انتبهوا دائما تطوير، مثل المواقع والتطبيقات قاعدة تحدث نفسها وتطوير، أنا أيضا كمعلمة أجدد وأنمي مهاراتي الرقمية دائما. هذا الموقع شكرا أستاذ محمد، هذا الموقع يحتوي على صور جميلة نستخدمها في العروض التقديمية في محتواي التعليمي في أي مكان أبي أستخدمها، في الانستغرام في التليجرام، أيضا مثل ما قلنا يحتوي على نسخ مجانية ونسخ أيضا بالرسوم. خلونا نشاهد 2022 قريبا إن شاء الله، نشاهد الصور، يعني تصفحوا الموقع، صور جميلة، هذا الصور الجميلة 2022، عساها إن شاء الله سنة خير وأمان وتعاون وحب في الوطن العربي يا رب. خلنا نشاهد نشر مؤثر على مواقع التواصل، هذه الصورة، شوف الصورة الثانية اللي عنده محتوى بالفيسبوك في الانستغرام يحب يضيف صور، الإعلاميين أو اللي عندهم محتوى تجاري، إعلانات بضاعة يعرضون بضائعهم، عندهم تجارة يعرضونها بالانستغرام، يحتاجون هذه المواقع لتجذب وتشوق اللي قاعد تصفح الانستغرام او فيسبوك. خلينا نشوفها، اشوف هالصوره هذه فيها مكياج وهذا ما شاء الله، ها سلسته مكياج فيها ميك اب، هذه سيدة احنا ناخذها، جميله حيل، ها عرض محتوى فقط تحميل، نشاهد هنا تحميل، اكيد استاذه فاطمه عجبتك الصوره فيها الميك اب نستانس عليها، فيها نضغط فقط كلمة تحميل والصورة تنزل في الحاسوب أو في ألبوم الصور من ناحية الآيفون أو أي نوع جهاز ثاني. عندي صور جميلة، خلونا نشاهد الصور الثانية، فقط أضغط كلمة تحميل، خلونا نشاهد الصور الثانية،
ننتقل إلى مثلاً احتاج إلى، خلونا نحتاج إلى مثلاً الصور، اختيار عند نشاهد الموارد، خلينا نكتب مثلاً صور طبيعة، صور طبيعة طبعاً بالإنجليزي أفضل، نكتب بالإنجليزي. ما شاء الله ما شاء الله أستاذة أماني، شوف الصور، شوف الجمال، شوف العروض التقديمية. ما أدري أستاذ فاضل موجود معانا، راح يحتاجها في العروض التقديمية. صورة جميلة، أضع عليها مؤثرات، صورة شخصية، أحتاجها في العروض التقديمية. أقدر من حركات ما شاء الله أستاذ فاضل أضيف عليها مؤثرات، فقط أضغط عليها. خلني أضغط هذه، وهنا كلمة تنزيل، download، تنزيل، أنزلها. ما شاء الله ما شاء الله، نزلت صورة المحتوى الانستغرام. هذه جميلة، لاحظت الصورة، أنا كمعلمة أستفيد من الصورة هذه، أضع صورة شخصية، عنوان الدرس، المحتوى التعليمي اليوم مع صورة جميلة في هذا الصباح، في الصباح الشتوي الجميل، نسمات البرودة الجميلة. مثل ما قلنا اللي عليها صورة تاج هي بفلوس، امعد عنها شوية، ناخذ الصورة الأجمل. ما شاء الله أستاذ رضوان، الله يعطيك العافية، هذا الجمال، صور جميلة. يعني أي شيء تبون تكتبونه باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية أو أي لغة ثانية، ممكن إخواننا في تونس اللغة التونسية يكتبونها، ممكن. يعني شوف الصورة هذه، نشاهد الصورة هذه الجميلة، ننزل تحت نشوف مناظر الطبيعة، معلمة علوم درس اليوم عن الطبيعة، معلمة تربية إسلامية درس عن مخلوقات الله سبحانه وتعالى، أضيف عليها الأساسيات في درسي كشريحة أولى، أضيف عليها مؤثرات، صوت الشلال، صوت المطر، صوت المياه الجميل. يعني أعتقد نقعد بهدوء والطلبة قاعد يسمعون صوت المطر الجميل في هذا الشتاء الرائع إن شاء الله. وبداية نبدأ بالحصة، أي صورة محتاجينها. ممتاز، مشكورة أستاذة مستورة. هذه تقريبا خلونا نرجع إلى محتوانا، هذه تقريبا من أشهر المواقع اللي أنا شخصيا أستخدمها، ودائما في دوراتي أقولها إلى المعلمين، وخاصة المعلمين توهم الجدد. موقع البانترست أول واحد، بعدين موقع العروض التقديمية سلايد، وبعدين الفريبك. هذه المواقع احفظوها عندكم. ما شاء الله ما شاء الله أستاذة فاطمة، يا الجمال ما شاء الله. نقدر ناخذ الصورة ونحولها إلى برنامج للكتابة عليها، يعني أنا ما بيها أعرضها على الوورد أو الباور أو الكينوت العروض التقديمية، أعرضها في موقع الصور، كتابة على الصور، واكتب فيها، اكتب فيها بداية الصباح الجميل، المساء الجميل. عندنا في الكويت اليوم مساء جميل ما شاء الله، نسمات باردة. فهذه المواقع أنصح فيها جميعا، احفظوها عندكم، وخاصة الموقع الأول، محتوى تعليمي، محتوى تدريب، محتوى محتوى تجاري، انستغرام، فيسبوك، تليجرام. هذه المواقع من اجمل المواقع، وطبعا في مواقع كثيره، في مواقع كثيره، لكن هذه المواقع ما شاء الله تعطي نسخ مجانيه كبيره. بعض المواقع تنزل صوره او شريحه واحده او اثنين فقط والباقي برسوم، لكن هذه المواقع جميلة جدا، أنصح فيها جميع المعلمات من رياض الأطفال حتى الجامعة. الآن عندي موقع جميل، قبل سنة قاعد تقول الصور والصوت تكون عالية الجودة، لكن أنا محتاجة صور، لكن هذه الصور فيها خلفية، خلفية ما تعجبني، صورة امرأة ثانية، صورة بيت، صورة أطفال، لكن أنا أريد أركز بس على صورة واحدة. من أشهر
المواقع لإزالة خلفية الصورة مع الإضافة، موقع إزالة الخلفية remove background. خلونا نحن نشوفه، انتبهوا معي. بسم الله ما شاء الله، قاعد أشوف التفاعل ما شاء الله، جميل الصورة ما شاء الله. أستاذة محطة اسمها بس فيها واحد واحد، جميل أستاذة. خلونا نتعرف على هذا الموقع لإزالة خلفية الصورة. مثل ما قلنا أنا قاعدة أصور صور بناتي تلميذاتي في الصف، لكن في صورة مو واضحة خلفيتها، أو صورة يعني فيها يعني مثل صورة البنت وراها شيء، يعني مثل صورة ما أبي أظهرها، الحائط غير جميل، أريد أن أعدل هذه الصورة. عندي محتوى، عندي صورة، أريد أن تكون هذه الصورة بدقة وجودة عالية. خلونا ننتقل إلى هذا الموقع. ممتاز ما شاء الله على الأستاذة أمل. لا لا، أستاذة أمل تحتاج إلى أحلى جائزة، خلونا نعطيها. أحسنت أستاذة أمل، متابعتنا ما شاء الله. أستاذة أمل من زمان معانا ما شاء الله عليها، من المعلمات المبدعات. خلونا ننتقل إلى جوجل، نافذة جديدة. نكتب هذا أول موقع، بس أحوله إلى، خلونا نشوف هذا الموقع. بسم الله، نعم قاعد أكبر. إيه نعم، هذا الموقع أبي الكل يفتحه. الموقع هذا مهم جدا جدا، الموقع هذا خلونا نتعرف على إزالة الخلفية، خلفية الصورة، وأيضا التعديل عليها، وهذا أهم نقطة. مستعدين؟ يلا برقم واحد مستعدين؟ أعطوني رقم اثنين أو ثلاثة، أعطوني رقم اثنين وأنا بعطيكم تصفيقة، ولا أعطيكم نجمة، نجمة تفاعل ما شاء الله ما شاء الله، بعطيكم نجوم. خلونا ننتقل لهذا البرنامج، يفتح على الآيفون، على الحاسوب، على أي يعني أي متصفح يفتح، وسهل، لا تسجيل ولا إيميل ولا كلمة سر، فقط نفتح الموقع. ما شاء الله ما شاء الله، مستعدين ما شاء الله. أستاذة ضحى ما شاء الله ما شاء الله على سميتي سناء، حيا شاء الله أستاذة سناء. الآن فتحنا هذا الموقع، فتحنا هذا الموقع، تطلع هذه المرأة وهي قبعتها ماسكة القبعة، ويظهر لنا هذا المربع الصغير مكتوب فيه تحميل الصورة أو تحميل الصور. طبعا أنا حولت اللغة العربية، هو أساس الإنجليزي. نفتح الآن، أضغط على السهم يفتح معي الصورة، يفتح معي ألبوم الصور في الحاسوب. عندي مثلا الصورة، صورة أستاذة ياسمين، جميلتنا أستاذة ياسمين، نغير بالصورة فيها، نفتحها، ظهرت الصورة الآن عندي صورة أستاذة ياسمين مبدعتنا الجميلة. أزلنا خلفية الصورة، أنا يوم عندي معلمات، عندي تلميذات، أبيهم أفرح فيهم في صورة بطاقة جميلة. وما شاء الله أستاذة ياسمين ما شاء الله عليها فازت في مسابقة المعلم العالمي. أزلنا الخلفية البيضة وأبي أعدل عليها، أنا بوديها إهداء، أبي أرسل إلى أستاذة ياسمين إهداء. شوفوا نلاحظ كلمة تعديل أو الفرشات، الكل انتبه عليها، ها مو تحميل، هني صورة الفرشات، لقطنا كلمة فرشات. أبي أستاذة ياسمين صورتها جميلة، عندي اليوم طالبة متفوقة، عندي زميلاتي أبي أهنيهم، أضع هنا، أضغط هذا الصورة. أستاذة ياسمين ها بونجور في فرنسا، أبي أغير الصورة، لا ما أبي أستاذة ياسمين، أبي خلفية جميلة. غيرنا الخلفية، انتبهوا الموقع إزالة خلفية الصورة وتعديلها، وهذا ما يميز هذا البرنامج أو الموقع. نبي أستاذة ياسمين تحتفل، فازت معلم عالمي ما شاء الله، أضفنا هذه الصورة، وفقط نضغط كلمة تحميل
تنزيل الصورة وتنزل في الآيفون أو في الحاسوب. أبي أغير، عندنا خيارات كثيرة في الصور. يلا يا سارة ياسمين، ها ما رأيك بهالصورة هذه؟ أو ناخذ صور. ها جميلة، سنة ولا تمت هذا الموقع، واعتمدته في الكثير من الخلفيات لوضع علم تونس أو لعدة خلفيات أخرى، وموقع جميل ومفيد جدا. نختار مثلا صورات ثانية، عندي طالبات يعني متعلمات تلميذاتي، أبي صورة جميلة تطلع عندي في المدرسة، ما أبي أضيف مثلا صورة بعض المعلمات لا تظهر صورتها، أنا أخذ صورة بالغلط وفي صورة ثانية يعني مو عاجبتني، فقط هذا الموقع أضغط على هالموقع، تحميل صورة. ما شاء الله المشاركات، ما شاء الله التفاعل الجميل، ما شاء الله شعار الجمعية. مثلا أي صورة عندي، وهو تلقائي يقوم بالتعديل، وأنا بخلال يمكن ثواني. ما شاء الله ما شاء الله على المستخدمين معانا، ما شاء الله جميل جميل. وهذه الصورة تعديل خلفية بدون خلفية، وتكون عندي هذه الصور، شعار المدرسة، شعار الدولة، صور أبيها ثابتة في الأمور الرسمية كإعداد اختبار، أضع شعار الدولة أو شعار المدرسة أو المنطقة التعليمية، أزلت الخلفية. عندي في عرض تقديمي أبي تكون الصورة واضحة، أو أضع صورة على صورة تكون يعني مثل مؤثرات، فأفضل إزالة الخلفية. إذا كان فيها خلفية تطلع مو حلوة، إذا حطيتها على صفحة المراسلات أو بعد اختبار أو عندي عرض تقديمي، وأيضا أعدل عليها هذه الفرشات بكل بساطة بكل سهولة. خلال 5 دقائق وضعت الفرشات، عجيب عجيب أستاذة فاطمة، عجيب الموقع هذا، صار لي سنين أستخدمه وحطيت الشعار. الآن في حفلات تفوق البنات، في اختيار المعلمات المتميزات، أضف صورتها مثل ما أضفنا صورة المتميزة أستاذة ياسمين وضفنا عليها خلفية. أقدر أيضا أحفظها وأحولها إلى موقع كتابة وأكتب عليها مبروك التفوق، كل عام وأنتم بخير. وهذا الجمال. أيضا أقدر خلفي هذه الخلفية، نعم اللون، أقدر أضيف اللون، اللون الأزرق موافق لأنها شفافة طلع شذي سوداء، أكتب بها صورة فوتوغرافية. شفت الموقع هذا؟ هذا الموقع من أجمل المواقع، هذا سنين أستخدمه. في سؤال على الموقع هذا قبل ما ننتقل إلى الألعاب؟ ما شاء الله ما شاء الله تفاعل جميل، ما شاء الله أستاذ علي، أستاذ ضحى، ما شاء الله أستاذ مكتوب الاسم، أستاذ ماجدة، ما شاء الله ماجدة حط طائر خلفية بيضاء، ما شاء الله جميل. مجموعة الماء والمشروبات، ما شاء الله أستاذ رضوان، جميل تفاعلكم. الله على الصورة قاعد تاكل دونات، أعطينا واحدة. جميلة جميلة الصورة، حطي يمها بعد شاي كافيه، يعني ممكن نعدل على الصور، نضيف ما شاء الله نضيف شخصيات كرتونية، نضيف شخصيات صورة طالبة تشرح الدرس تساعدني بمثل الدرس. أنا مرات أقوم بتصوير الطالبة وأضع صورتها وأضع السؤال. الآن مع المعلمة الصغيرة أبلة، أسميها مثل أبلة نادية، تقوم بالشرح وضع صورتها، يعني شوفي التفاعل من الطالبات، يعني حيل يتم التركيز بأدوات يعني سهلة متوفرة عندي. ما شاء الله ما شاء الله الصورة جميلة. أنا بروح فرنسا حط صورة فرنسا وحطها بالمحتوى. يلا مع السلامة بنجور. هذه الأمور الجميلة اللي دام نشوفها في مواقع التواصل من هذه المواقع، مواقع مجانية، الأفضل إنها مواقع مجانية. ما شاء الله أستاذ علي تفاعلين معانا ما شاء الله. الآن بس أرجع المحتواي، بسم الله. هذه المواقع الجميلة عندنا
موقع للعروض التقديمية. عندي محتوى أريد عروض تقديمية مجانية. أنا اليوم عندي أعمال، عندي حصص، عندي يمكن 7 أو 6 أو أدرس الصف الأول والصف الثالث، يمكن ما عندي وقت حتى أعد محتوى خاص فيه. في موقع المعلمة أسماء الله يجزاها خير ويعطيها ألف ألف عافية، اجمعت بعض العروض التقديمية المجانية في هذا الموقع، وضافت موقع مصدر وموقع حروفي. الكل الحين اللي يكتب في جوجل في جوجل نافذة جديدة، نكتب موقع المعلمة أسماء، أحول العرب موقع، موقع المعلمة أسماء. أستاذ إسلام منزل صورة بس مو واضحة، أنا قاعدة أشوف الشات ما ظهرت عندي صورة أستاذة أو أستاذ إسلام. موقع العربي الأول للمواد التعليمية المجانية. الحمد لله كل شيء مجاني، اللهم لك الحمد، يعني ما في أي عذر. مواقع مجانية، صور مجانية، عروض تقديمية مجانية، ابدعي في مجالك، ابدعي في تصميم المحتوى وضيفي عليها وحطي فيها بصمتك، أحط فيها ما يخصني أنا، طالباتي، في محتواي الدراسي، في مادتي، كل شيء مجاني فري. خلونا ننتقل إلى موقع المعلمة أسماء، فقط تكتبون المعلمة أسماء ويفتح معاكم على طول هذا الموقع، الله يجزاها خير وعسى ربي يعطيها الصحة والعافية أستاذة أسماء. اجمعتنا بهذا الموقع الجميل في معظم العروض التقديمية اللي قاعدين ينشرونها المعلمين في التليجرام، في الفيسبوك، اجمعتها في موقع واحد. نعم أستاذة، نعم أستاذ علي، آمين، الله يجعله صدقة جارية عنها يا رب ويجزاها ألف خير. خلونا نتعرف على هذا الموقع وعلى ماذا يحتوي. هذا الموقع استخدمته في التعليم عن بعد، ساعة 21، ونشرت هذا الموقع في التليجرام، في منتدى التطبيقات، في الواتساب، في تويتر، الكل استفاد منه، خاصة اللي ما عندهم تليجرام، اللي بعض الدول محجوب التليجرام أو في بعض المميزات محجوبة أو ما يظهر عندهم التليجرام نهائيا. فهذا الموقع موقع المعلمة أسماء، خلونا نشاهد الموقع ونتعرف على احتواء هذا الموقع. أولا الموقع مجاني، ما يحتاج تسجيل، لا إيميل ولا شيء. أنت حابة تضيفين أعمالك تقدرين تسجيل، ممكن عملية تسجيل الدخول وإضافة، فهي على راحتكم، وقيم ملزومة بالتسجيل. فتحنا الموقع، الآن عندنا المقالات فيها شروحات لبعض البرامج، عندنا خانة المعلم، عندنا استراتيجيات تعلم، إذاعة مدرسية، عندنا ملفات تعليمية، عندنا رخصة المعلم، رياض الأطفال أيضا فيها بعض المواد، الوساطة التعليمية، أفلام تعليمية، قوالب عروض تقديمية، ألعاب، ألعاب تعليمية، أيضا المكتبة، قصص تعليمية، العربية اللي قي ناطقين بها، هي المدارس الأجنبية موجود فيها ما يناسب المدارس القي الناطقين بها، أيضا عندنا المناسبات، ننتقل لها بكل سهولة، وفي بعض الدعايات، ما لنا شغل بالدعايات، ننتقل سهل، نشاهد أحدث ما يوجد في هذا الموقع، موقع المعلمة أسماء، حتى ما يحتاج رابط، اكتبوا فقط في البحث في جوجل موقع المعلمة أسماء. هذا العروض التقديمية، الألعاب التفاعلية، نختار ما يناسب الدرس، ما يناسب المادة، ما يناسبني. الآن خلونا نتعرف كيفية تنزيل هذه العروض التقديمية. خلونا نروح المكتبة، أو خلونا نشوف وسائط أو المكتبة، نشوف قوالب، بسم الله، قوالب، إيه هذه الوسائط،
أو بسم الله فتحنا الآن وشفنا القوالب الباوربوينت الجاهزة اللي أقدر أنزلها على الحاسوب واستفيد منها وأقدر أغير منها. عندما هذا القالب أو هذه اللعبة خلينا نفتح القالب بسم الله بس نشيل الدعاية فتح معاكم التمارس لا خلينا نتنفس لحظة نقدحه بعيد مرة ثانية لأن النت شوية النت. هل ظهرت الصورة عندكم؟ لا أعرف هل ظهرت الصورة عندكم؟ واضحة الصورة أستاذة سناء. إي نعم قاعدة أشوف اللابتوب مع الآيفون شوي بطيء. فتحنا هذا العرض. قالب باوربوينت كاتب اسمه مفرق يتناسب مع جميع المواد التعليمية. هذا إحدى المواقع. ننظر إلى هذا الموقع في سهولة. بعدها حيجي كلمة تحميل. بس لأن في الموقع إعلانات لا ترك الإعلانات. تحميل. هذه كلمة تحميل. ننزل كلمة هني كلمة تحميل. الكل شاهد كلمة تحميل؟ نعم أختي. ضعيف مرات ها بس تأكدوا من نت خواتي أنا عندي حين نت قوي الحمد لله واضح عندكم؟ نعم كلمة تحميل بعد ما نختار أو نضغط على أي قالب أو لعبة أو وسائط نشاهد تحت كلمة تحميل أي تنزيل فقط نضغط عليها وتلقائي راح ينزل العرض التقديمي إلى الحاسوب إلى التنزيلات وتفتحينه في الباور وبعدها قابل للتعديل والإضافة واللي تبينه. أعيد مرة ثانية إحنا عندنا خانات هنا الوسائط التعليمية المكتبة رياض الأطفال خلونا على الوسائط التعليمية نشاهد ألعاب تعليمية نضغط عليها فقط يظهر لدينا ألعاب جميلة من تصميم معلمات مميزات عندنا هنا تصميم لعبة خمن الصورة تصميم متميزة وتحية لها السادة زينة المرزوقي فقط نضغط عليه. السادة ما استخدم الأيباد وهو في موقع بجرب تفتحينه من خلال الايباد اكتبي بجوجل او سفاري او اي متصفح موقع المعلمه اسماء جربي استاذه عزيزه هذا القالب قالب تصميم وفكره استاذه زينه والف تحيه لها لمبدعتنا الجميله موجود القالب قالب عرض تقديمي أنزله على الباوربوينت وبعدها أشتغل فيه مجاني وينزل معي كلمة تحميل فقط أضغط على كلمة تحميل وبعدها ينزل في التنزيلات في الحاسوب في اللابتوب في الكمبيوتر في الجهاز اللي عندك ما يحتاج أي شيء ونفتحه بعد ما ينزل على الكمبيوتر أو الحاسب نضيف عليه نغير نحط نضيف صور كلمات نغير في الكلمات أهم شيء الأساسيات تكون موجودة هي انتقال اللعبة هذه موجودة وهذا هو الموقع يعني ما في أسهل منه عندي اللعبة تفاعلية محتاجة درسي شيء إثارة في تفاعل مع المتعلمات هذا الموقع يعطيني مواقع جميلة ويعطيني عروض تقديمية أقصد عروض تقديمية أستفيد منها في حصتي الدراسية.
أيضا موقع المعلمة أسماء يحتوي على موقعين. الفاتح معي الصفحة الأولى، الصفحة الرئيسية، يشاهد موقع مصدر وأيضا موقع حروفي. إيه نعم، الإنسان يكون المعلمة مزحومة، عندها شغل، ما تقدر، عندها يعني ظروف، يعني في ظروف يعني تصيبنا ظروف، يا نقدر نجهز الإعداد الكتابي. فهذه العروض التقديمية تساعدنا، يعني أنا حطيت درسي، يلا سؤال وجواب، قيرت بهذا العرض التقديمي، قيرت بهذا الصورة، الحمد لله أضاف علي إضافة، الحمد لله خفف علي الجهد، خفف علي التعب، أيضا خفف علي ما أروح أشتري من المكاتب عروض تقديمية ولا ألعاب تعليمية، لا هذا مجاني. الحين الصفحة الرئيسية خواتي أخواني، خلونا نضغط على كلمة مصدر أو موقع، خلونا نشاهد هذا الموقع الجميل. موقع مصدر الموارد المرئية مجانا للجميع، يعني احترافي ما شاء الله، احترافي الله يجزاها خير. خلونا الدعاية معنا بالشغل بالدعاية، خلونا ننزل تحت، شوف الصور، الأيقونات، الرمزيات العالية الجودة الموجودة في هذا الموقع، الاستيكرات، الأشياء التحفيز والتشجيع للطالبات، هذا الموقع يقدمها مجاني. خلونا نضغط على رموز تعبيرية، أجمعين أستاذ رضوان أجمعين، نظهر هنا، أنا شوية النت ما يحمل معاي، لكن الصورة تظهر، ونضغط كلمة تحميل، شفت اللون البنفسجي، نضغط كلمة تحميل، وراح يفتح معاكم، لكن النت عندي شوية يمكن عشان التيمز فتحتها أكثر من موقع. نضغط على الصورة، هذه هي الصورة، راح تنزل تلقائي في التنزيلات، أي صورة نضغط عليها وعالية الجودة ونستفيد منها في التحفيز، التشجيع، المشاركة للمتعلمات، ونضيفها في العروض التقديمية، نضيفها في الصور. أعيد مرة ثانية، خلنا نسك التنزيلات، يظهر معانا، نرجع حق الصفحة الأولى، مصدر، منصة رقمية جميلة، ننزل هنا، خلوا الدعاية والإعلانات وهذه، نشاهد هذا الصور الجميلة، الصور المتحركة، رموز تعبيرية، أشياء جميلة خاصة المرحلة الابتدائية، يعني يستانسون ويفرحون بهذه الأمور، يمكن حتى الكبار. خلوا الدعاية هذه، خلفيات اليوم الوطني السعودي، عندنا ما شاء الله خلفيات راعية شخصيات إكسبو 2020، وكلها عالية الجودة، هذا أهم شيء. طوابع مدرسية، ها أستاذة، طوابع مدرسية، عندي مجموعة جميلة من طوابع مدرسية، هي راح تظهر معاكم، فقط نضغط كلمة تحميل، أبي أحمل هذه، بسم الله، راح يتحمل معاي في التنزيلات، وبعدها يظهر عندي الاسم، الصف، المادة، المدرسة، طوابع، أستفيد منها لعيالي، لأبنائي، خاصة في الفصل الدراسي الثاني، أسحبها عندي بالستيكرز أو الصور، الصفحات الملونة، الصفحات مثل البيضة، واكتب عليها الاسم والصف والمادة الدراسية، والزقها في كتاب الطالب. إن أقدر أستفيد منها كمعلمة، كولي أمر، وكطالب. هذه الموقع. أيضاً عندنا أيضا موقع حروفي، يعني الموقع ما شاء الله فيه كم كبير من الخلفيات، الصور، الأشياء أقدر أستفيد منها كمعلمة، كطالبة، كولية أمر، أستفيد من هذه الأمور المجانية. والحمد لله معظمنا عندنا طابعة في البيت، بضغطة زر
يطلع عندي جميع اللي أبي، صح ولا لا؟ أستفيد منها في بيتي. إحنا الآن في وقت الكورونا، وقت الإشراطات الصحية، أمور التباعد، هذه المواقع تفيدني في بيتي، هذه الحروف عندي أبنائي، عندنا حروف لغة عربية جميلة، أقدر أطبعها، أسحبها على الوورد، على الباور، على أي بطاقة، مثلا أضغط عليها، أبدأ بالتحميل. الموقع سهل، ما يحتاج أي تدريب، لكن متابعة له. أفلام عندي، حرف الدال، أناشيد جميلة يحتاجونها، خاصة المرحلة الابتدائية ومرحلة ما قبل المدرسة، رياض الأطفال، أناشيد تستفيد منها المعلمة. أفتح الموقع وأنا في الحصة وأضغط على هذه الأنشودة واستمتع بالجمال، استمتع بتعليم اللغة العربية بصورة جميلة، أناشيد محببة للتلاميذ. إحنا الكبار نحب الأناشيد، فما بالكم الصغار. حرف الدال، الذرة، بس أضغط عليها راح يفتح معاي الأنشودة كتمهيد، كمراجعة، كتقويم نهائي، فأستفيد منه. هذا المواقع الجميلة، موقع السادة أسماء الله يرضى عليها ويحفظها وعساها على القوة، واللي يعرفها بلقوها تحياتي المعلمة أسماء، الله يزهر. إيه نعم، أناشيد جدا جميلة. أنا معلمة التربية الإسلامية دائما أحط الأناشيد، الصف الخامس، الصف الأول، أول شيء دائما كبداية كتشجيع. الآن الحين مع فقرة الأنشودة، لأن مجموعة الآن أو الطالبة اليوم كانوا مبدعين في الحصة، نستمع هذه الأنشودة لهم خاصة، ما شاء الله. الموقع اسمه موقع المعلمة أسماء، اكتبيها باللغة العربية، موقع المعلمة أسماء، موقعها جميل جدا، وما شاء الله مثل ما قلنا دائما تحديث، دائما تجديد، دائما تطوير في المواقع والتطبيقات. الآن نرجع إلى عرضنا التقديمي، نشاهد، هيا نلعب، يلا قبل حماس، يلا حماس، مستعدين للحماس؟ هيا. أستاذة، منصة مصدر معاه نفس الموقع، منصة مصدر نفس الموقع أستاذة، يلا بشوف الحماس، يلا يا تامون، خلونا نروح. أبحط لك من الموقع الآن اللعبة، لعبة الحماس. يلا قبل ما نبدأ بألعاب التفاعلية، ما في أحلى من اللعب، إن شاء الله يفتح عندكم البرنامج الموقع. لعبة اضرب حيوان الخلد، القير يعني اللي فيه إجابة قير صحيحة، بشوف كبشروا اللعبة، بشوف من اللي قدر يضرب الخلد. خلونا أنتقل لها الحين. اللي فتح الموقع يحط رقم 1. أعيد مرة ثانية، لا أعرف لماذا ما يفتح، لأنه أنا مجربته ويفتح معاي، هل في خلل في النت أو في الموقع، لا أعلم. خلوني أروح حق الموقع، بسم الله، خلوني أروح حق الموقع الآن، أرجع لجوجل، بسم الله، أسقر الحين. من فتح معاها؟ من فتح معاها؟ أخواتي، أخواني، فتح ما شاء الله، أستاذة أمل، ما شاء الله أستاذة أمل، خلينا نروح الأنشطتي وألعب معاكم بعد، بس خلي الموقع الآن يفتح معاي، لأن النت عندي، بسم الله، لأني فاتحة أكثر من موقع، خلينا أقلق المواقع الثانية، بسم الله. خلونا كذا موقع فاتحته، فلازم أصك عشان يفتح معاي. يلا أنتم جربوا، خلونا أنا أجرب معاكم وأنتم جربوا. أنشطتي الحينة، ما شاء الله، كبشروا اللعبة، خلونا نشوف من اللي جاب علامة كاملة.
بس الآن الشاشة عندي ما تفتح لأني فاتحة أكثر من موقع. أنا أسك المواقع. بسم الله. من اللي فتح معاه؟ اللي فتح معاه؟ أنا أسكه. قاعد أتحكم معاه. بسم الله. أنشطي الآن. تحديث. فتح معاه. ممتاز. صوروا الحين التجربة. يلا فتح معاي الحين. خلوني أجرب الحين. ممتاز. إكسلنت. شايكم تكلم فرنسي. شايكم. اي نعم الشبكة الظاهرة اليوم ضعيفة ما ادري ليش. خلوني افتح معاكم. وافتح معاكم الحين. نضرب الاجابة الخاطئة. راح نبدأ. هل الصورة والصوت واضحة اخواتي اخواني؟ لان البعض يقول انه لا صوت ولا صورة. واضح الصوت والصورة استاذة سلام. الحمد لله. اخواتي انتبهوا حق النت. ما شاء الله في بعضهم انتهى. خلونا نجرب. نضرب الإجابة القي صحيحة. هذه اللعبة الجميلة. خلونا ننتقل الآن. يلا ما شاء الله سبقتوني. أضرب حيوان الخلد. إذا كانت إجابة صحيحة. أول كلمة نزلت في القرآن الحمد لله. لا أقرأ. أنا خربت. الإجابة الخاطئة القدس عاصمة فلسطين. ما شاء الله ما شاء الله اللي سبقوني. يقع تمثال أبو الهول في تونس. لا القدس عاصمة فلسطين. نعم أول كلمة نزلت الحمد لله. لا مو الحمد لله. أقرأ. بلد المليون شهيدة جزائر. المفروض أنا أضرب الإجابة الخاطئة. أنا عكست. وين الإجابة الخاطئة؟ أبو الهول في تونس. لا عاصمة السعودية الرياض. شفتوا المرح والتفاعل بهذا الموقع. مدينة أصغر مدينة صقليه. لا ما أعتقد. أعطاني وقت إضافي. من سبقنا الحين كيف ننجز هذه اللعبة الحين؟ نذهب إلى المستوى الثاني. يلا الآن كلنا نستعد. خلونا بس بسم الله نستعد للتعرف على برنامج وورد وول. أشهر برامج اللي استخدمناها في التعليم عن بعد وتعرفنا على البرنامج وما زلنا نستخدم هذا الموقع لأن موقع من أجمل المواقع وما شاء الله الكل استفاد منه. خلونا في آخر هذه الفقرة نتعرف على الوورد وول. دقائق بس. هذا الموقع موقع جميل وهذا الموقع يعطينا خيارات مجانية ويعطينا أيضا خيارات بفلوس. خلونا نتعرف عليه. الكل يفتح معاي وورد وول. هذا عنوانه وورد وول. اي نعم شكرا أستاذ رضوان. نسخة مجانية. خلونا الصفحة الرئيسية في هذه أمسية الجميلة. أمسية تقنية. أتمنى تستفيدون من هذا الموقع. هذه النسخة هذا الموقع أو واجهة البرنامج. الطريقة السهلة لإنشاء المواد التعليمية. ألعاب تفاعلية جميلة سهلة جدا. نشاهد تسعيرة الموقع. أنا الحين في نسخة برسوم. خلونا نتعرف على التسعيرة. يعني أرخص موقع تعاملت معه للأمانة. ما في أرخص من هذا الموقع. الموقع يعطينا أولا نسخة مجانية 5 نسخ ألعاب محددة وفي أيضا يعطيني في نسخة
أدفعها برسوم شهرياً يمكن دولار دولار ونص، يعني ما في أرخص منه، ونسخة سنوية يمكن 3 دولارات أو 4 دولارات، وهذه نسخة نسخة يعني ما شاء الله يعني الكل يقدر يستفيد منها. هذه النسخة أنا عملتها في نسخة البرسوم، قلنا النسخة المجانية يعطيك فقط 5، النسخة اللي تبيها بفلوس بمواصفات أو مميزات محددة يمكن دولار أو دولارين، ونسخة تبين نسخة كاملة لهذا الموقع يمكن ما يتعدى حتى 5 دولارات، يعني أرخص موقع، لكن له الأثر عجيب، أثر على المعلم والمتعلم ولي الأمر. استخدمته في التعليم عن بعد، وضعت رابط للألعاب تفاعلية تناسب محتوى صف الخامس، ما شاء الله لقيت التفاعل بسرعة يعني كبيرة جدا جدا. أنشطتي، إنشاء نشاط، هذا الأهم، الزرقة هنا لونها أزرق بلو، إنشاء نشاط، يضع لي طبعا نسختي برسوم شهرية، يمكن بالدينار الكويتي ما وصل حتى دينار ربع، حتى يمكن الفطيرة ولا الوجبة أقل منه، لكن مميزاته وخصائصه ممتازة. الحين بصورة سريعة، لأن هذا الموقع يحتاج يمكن دورة كاملة، لكن بصورة سريعة الآن أختار إلى مثلا المتاهة، أكتب العنوان، يفتح معي تلقائي، أكتب عنوان مثلا أكتب تجربة، نحول عربي، يتحول بعد عربي إنجليزي أي لغة، أكتب مثل تجربة رقم 2، وحط الأسئلة، هل تريد السؤال يكون صورة أم كلمات؟ خلينا نكتب كلمات، نكتب السؤال، السؤال الأول ما هي مثلا عاصمة تونس، أحط الجواب، اكتب مثلا تونس، نغير الإكس العلامة حطها صح، نكتب مثلا بغداد، بيروت، وهكذا أضعنا العلامة الصحيحة حطينا عليها صح. انتبهوا، نبي إضافة السؤال ثاني تحت، أي صورة عليها أو علامة زائد يعني إضافة، أضيف. السؤال الثاني أيضا ما هي عاصمة دولة الكويت، نكتب الكويت، نضع علامة الصح. الجهرة، الرياض، هكذا نكتب تم مثلا تم، بس حفظنا. خلونا نشاهد بصورة سريعة شلون صارت أو ماذا حدث لعملنا اللي كتبناه، العبارات شلون تحولت إلى متاهة، يطلع عندنا. يلا ساعدوني، ما هي عاصمة تونس؟ ها عاصمة تونس، حركوا معاي، ها قاعدة حركة، عاصمة تونس ماذا؟ تفاعل تونس، ممتاز أستاذة بدرية، يلا تونس، دخلنا تونس، هاي استانس. السؤال الثاني عاصمة دولة الكويت، يلا عاصمة دولة الكويت، ها علموني، يعني في التيمز في الحضوري، شوفوا بياكلني، ها بياكلني أروح العاصمة الكويت قبل ما ياكلني، ها صح، يعني تفاعل جميل، والله تفاعل جميل جميل، بل أن أولياء الأمور من خلال التيم يكلموني، بس أنا قاعد نلعب اللعبة هذه. ابدأ من جديد، لوحة الصدارة عندي في الأسماء، يظهر لي الأسماء، وهكذا. هذا الموقع موقع عجيب، إن شاء الله في دورة قادمة راح أشرح لكم بالتفصيل هذا الموقع العجيب وورد وول، موقع جميل الكل يستخدمه، لا وللألعاب ابتدائي، رياض أطفال، متوسط، ثانوي، أيضا أنا في تدريب أبدأ باللعبة
يسمونه عندنا كسر الجليد. أبدأ بلعبة جميلة يستمتعون عليها المتاهة، وأضيف الأسئلة يعني خاصة بالنسخة المرسوم، أضيف إن شاء الله يمكن 20-30 سؤال يعني من المواقع الجميلة اللي حبيت أشرحها بصورة سريعة. بإذن الله تعالى يكون عندنا دورة بهذا البرنامج بإذن الله تعالى. وهذه نهاية أمسيتنا الجميلة، وشكرا لكم ويعطيكم ألف ألف عافية. معكم أختكم أبلة سناء البراك، والحمد لله على نهاية هذه الأمسية الجميلة وعلى تفاعلكم الرائع جدا جدا. أي سؤال استفسار أنا موجودة في منتدى البرامج والتطبيقات التعليمية، وهذا موقعي الخاص بالإنستغرام أم عبد الله البراك. شكرا لكم، أمسية رائعة جدا، وشكرا للزميلة والأستاذة القديرة أستاذة ياسمين وجميع فريق الجمعية التونسية لتكنولوجيا التربية الحديثة. الله يعطيكم ألف ألف عافية. شكرا لكم. تسمعيني؟ نعم أستاذة. تسمعيني؟ شكرا لك، شكرا، قد استمتعت كثيرا بمتابعة هذه الورشة وبكل مواقع التي قدمتها، حقيقة فيها إفادة. صوتي واصل؟ إيه نعم، صوت واضح أستاذة ياسمين. إذن ألف شكر لك حقيقة، وختامها كان مسك هذه السنة بالدورات الافتراضية معك بهذه الباقة الدسمة من المواقع التي استمتعنا خلالها بشرحك لها. إن أردت نعطي الكلمة للأستاذة عائشة محمود. مشكورين أخواتي وأخواني، وشكرا على تفاعلكم الجميل. تفضل أستاذة عائشة. تفضل أستاذة عائشة محمود، رفع اليد. الصوت مفتوح أستاذة عائشة. يعطيكم العافية على التفاعل ما شاء الله. أتمنى تطبيق ما أخذناه اليوم في الأمسية وتستمرون دائما في التطوير وفي التحديث. شكرا خواتي إخواني، شاكر لكم تفاعلكم وجودكم. الآن عندنا في الكويت الساعة 9:30 تقريبا. نعم أستاذة عائشة، الصوت مفتوح، لا أعرف لماذا لم تستطع تدخل. الأستاذ جواد عبد الله. أستاذ جواد، فتحت لهم الصوت. لا أعرف من أين المشكل، أستاذ جواد أو أستاذة عائشة. أستاذ جواد أو أستاذة عائشة، إن أردتم التدخل. السلام عليكم. عليك السلام. معليش أنا داخلة باسم ولدي. أنا أخذت قبل كده، بس عندي استفسار يعني بسيط. أخذت قبل كده عندكم دورة، بس ماني عارفة كيف حتنزل الشهادات برنامج جديد. بالنسبة هناك رابط شهادات، هناك رابط استمارة لتسجيل الشهادات، سيضعونه الآن في صندوق الرسائل. فقط تعملين الاستمارة وتكتب آليا، تنشر على صفحتنا، تنشر على صفحتنا إما على الفيسبوك، نقوم بنشرها على التليجرام كذلك، الرابط نقوم بنشرها على التليجرام لمن يسجل في الاستمارة التي نشرت منذ قليل. أظن أن الأستاذة وهيبة والأستاذة إيمان نشرت الاستمارة، سأعيد نشره الآن أنا. طيب شكرا لكم العافية. طب ممكن فيسبوك القناة موقع؟ تمام لحظات، تثبت من فروم الاستمارة. لا الاستمارة مفتوحة، متأكدة أنها مفتوحة. وبالنسبة لقناة الجمعية سأعطيكم الآن الرابط. تمام
إذن تفضل أستاذ جواد، تفضل. أظن اثنين كانوا رافعين اليد. أستاذ سلمان بن مبارك. تفضل السلام. أستاذ سلمان. السلام عليكم. عليكم السلام. أستاذ ياسمين، عرفتي صوتي ولا أزعل؟ أستاذ فاضل حياك الله. أستاذ فاضل. الله حياكم الله. ما هذا الإبداع؟ أعيد ما شاء الله، يعني صيد الملوك أرانب وثعالب، وإذا برزت فصيدي الأبطار. ما شاء الله يا أستاذ ياسمين، انتقائك لمن يقدم هالبرامج انتقاء فاقت الخيال. ما شاء الله الأستاذة سناء شهادتي فيها مجروحة، شهادتي مجروحة في الجمعية التونسية، شهادتي مجروحة في الأستاذة ياسمين. ما شاء الله تكامل الإبداع فأنتج ثمار يعني جاهزة للقطاف من موقع إلى موقع، وكل موقع فيه شرح وإسهام. طبعاً أنا داخل بحساب ولدي، حسابي ما هو راضي يدخل اليوم، زعلان. فشكراً للإبداع، ما أقدر شو أقول، يعني شهادتي فيكم جميعاً مجروحة. الحمد لله رب العالمين على نقل زكاة هالعلم بهالسلاسة. شكراً لك أستاذ ياسمين، شكراً للأستاذة سناء. شكراً لك أستاذ فاضل على تدخلك. نعم، نشكرك أستاذ فاضل على هذا التدخل، نشكرك على تواجدك معنا وكلمتك دائما الختامية في نهاية ورشاتنا، وهذا يسعدنا. كما نشكر حقيقة كلهم متطوعون، كل الذين قدموا معنا هم متطوعون. أنا أرسل لهم استمارة لمدربي الجمعية وأعطيهم المواعيد التي سنقدم فيها فقط، وهم من يختارون المواضيع. وأحيانا أجد أن عدد الدورات تفوق بكثير الأيام المسموحة لنا في الإنجاز، لأننا لدينا دورات أخرى محلية يعني ميدانية. حقيقة كل الشكر لهم، كل الشكر لكل من أثث دورات الجمعية طيلة هذه السنة، سنة 2021، ومنهم أنت أستاذ فاضل. ونلتقي وإن شاء الله المدة القادمة، السنة القادمة، سنعود للتدريبات الافتراضية بإذن الله تعالى. حبيت أسلم عليك أستاذة سناء. أخبارك أستاذة سناء؟ الحمد لله بخير وعافية. حياك الله أستاذي المبدع المتميز، دائما ما شاء الله تبارك الرحمن تبدعنا في أعمالك، الله يجزاك خير أستاذ فاضل. ما شاء الله تبارك الله، غطيتي على كل مبدع، يعني أتعبتي من بعدش، ما شاء الله تبارك الله. الله يعطيك العافية. وتفاعل الجميع شوفاكم يعني واضح ما شاء الله تبارك الله، وعندك يعني أسلوب التحفيز وجذب الطرف الآخر رائع جدا يعني. الحمد لله. أخيرا التقينا في أحد الحصص الافتراضية المتزامنة ولله الحمد. الحمد لله. ربي يوفق، شو يكتب أجر، شو يكتب أجر الجمعية التونسية والأستاذ ياسمين والجميع القائمين، بحيث إني ما أنسى أحد. آمين إن شاء الله. أريد أن أشكر الفريق المسير للجمعية الذي حرص على التواجد في كل الدورات حتى التي تغيبت قليلا عنها. أريد أن أشكر إيمان بوعزيز، وهي من مؤسسي هذه الجمعية، وهي دائما موجودة في كل دوراتنا الافتراضية، وغالبا ما تنوبني وتفتتح هي دورات تكون مواكبة. شكرا لك أستاذة إيمان البوعزيز، كذلك كل الشكر لكاتب عام الجمعية التونسية تكنولوجيا تربة حديثة، وهي ثاني أهم شخصية في الجمعية، الأستاذة نادية الهاشمي من مؤسسي أيضا الجمعية. شكرا لك على تواجدك الدائم في الجمعية ودورات سواء الميدانية أو الافتراضية. أشكر الأستاذة وهيبة على تواجدها كذلك خلال طيلة هذه السنة الأخيرة معنا، وفي دخولها للجمعية كانت هناك إفادة كبيرة جدا، ونرجو أن نواصل هكذا للسنة المقبلة. أشكركم جميعا على ثقتكم في الجمعية التونسية تكنولوجيا التربة الحديثة ومواكبتكم مختلف دوراتنا. سنكتفي بهذا القدر من الدورات الافتراضية، لأننا ملزمون بأربع أو خمس دورات ميدانية انطلاقا من الأسبوع المقبل. سنتنقل في الولايات التونسية لتأمين دورات المعلمين الذين
لا يستطيعون مواكبة الدورات الافتراضية. هناك بعض المعلمين الذين لا يستفيدون من الدورات الافتراضية، يجب أن أكون حاسوب أمامهم والمدرب معهم في القاعة، وهناك تطبيقات، هناك برمجيات ليست فقط المواقع. ونعود إن شاء الله خلال في بداية السنة المقبلة. شكرا لك أستاذة سناء، أترك لك كلمة الختام. شكرا لكم جميعا، وعسى ربي يوفقكم بالتوفيق جميعا لكم جمعيتنا الجميلة، ونأمل نلتقي معكم إن شاء الله يمكن لقاءات حضوريا بعدين، يمكن سبحان الله يمكن الله يقربنا إن شاء الله مع بعض ونلتقي وجها لوجه بإذن الله تعالى إن شاء الله.